السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات نادي برشلونة الإسباني القادمة في شهر أغسطس 2021 أو شهر 8 2021. اليوم الأربعاء 4/8/2021 أو 4 أغسطس 2021 كان في مباراة بين برشلونة وريد بول سالزبورج النمساوي، خسرت فيها برشلونة 2-1 لصالح ريد بول سالزبورج. دي كانت تقريبا أول مباراة أو تاني مباراة في شهر 8. باقي 4 مباريات من اليوم اللي انا بسجل فيه الفيديو ده، 4 مباريات قادمه باذن الله تعالى نادي برشلونه خلال شهر اغسطس باذن الله تعالى. متابعينا الكرام، اول مباراه معانا هي مباراه برشلونه امام نادي يوفنتوس الايطالي. المباراه بين برشلونه ويوفنتوس الايطالي هتكون في كاس جوان غامبر او جوان غامبر، وده الراجل السويسري او المؤسس السويسري لنادي برشلونه، عامل كاس كده يعني، ما انا صح، نادي برشلونه عامل كاس كل سنه بيجيب منتخب فريق وبيلعبه على الكاس ده. هي مباراه واحده طبعا النهائي يعني. المباراه متابعين الكرام هتكون ميعادها يوم الاحد القادم 8/8/2021 او 8 اغسطس 2021، المباراه بتوقيت مصر، الفيديو بتوقيت مصر لو عايز توقيت الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان 9:30 مساء. لو عايز توقيت مكه المكرمه السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والاردن وفلسطين ولبنان من فضلك زود ساعة، ف9:30 مساء هكون 10:30 مساء. لو عايز توقيت الإمارات وسلطنة عمان من فضلك زود ساعتين، ف9:30 مساء هكون 11:30 مساء. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعة، 9:30 مساء هكون 8:30 مساء. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل ساعتين، ف9:30 هكون 7:30 مساء. برشلونة في مواجهة يوفنتوس الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد القادم 8 أغسطس 2021. القناة الناقلة للمباراة قناة الشارقة الرياضية الإماراتية، وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية الأولى الإماراتية أيضا، أو اي دي سبورتس اتش دي 1 وشارقة سبورت اتش دي 1 أو الشارقة سبورت. ملعب المباراة ملعب الكامب نو، والمعلق غير معروف حتى الآن. طيب المباراة الثانية معانا هي مباراة برشلونة أمام نادي ريال سوسيداد الإسباني، والمباراة دي فهتكون في الجولة الأولى من الدوري الاسباني الموسم الجديد 2021 2022، ميعادها يوم الاحد 15/8/2021، والمباراه يكون ميعادها الساعه 8 مساء بتوقيت مصر و9 مساء بتوقيت مكه المكرمه. زي ما قلنا المباراه هتكون في الدوري الاسباني، والقناه الناقله للدوري الاسباني في هذا الموسم هتكون قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 او بي ان سبورتس الاولى زي السنه اللي فاتت، ده لو ما حصلش تعديل ولا اي حاجه. وهنبقى نتكلم طبعا عن مواعيد مباراه الجوله الاولى من الدوري الاسباني. ملعب المباراه هيكون ملعب برشلونه ملعب الكامب نو، المعلق غير معروف حتى الآن. وننتقل إلى المباراة الثالثة، وهي مباراة برشلونة أمام نادي أتلتيك بلباو، المباراة في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والمباراة يكون ميعادها بإذن الله تعالى بين أتلتيك بلباو أمام برشلونة ميعادها يوم 21/8/2021، وهيكون يوم سبت 21/8/2021 الساعة 10 مساء بتوقيت مصر و11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. المباراة زي ما قلنا هتكون في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والقناة الناقلة قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 أو بي ان سبورتس الأولى، وملعب مباراة سان ماميز، المعلق غير معروف حتى الآن. وآخر مباراة في شهر أغسطس لنادي برشلونة مباراة برشلونة أمام ختافي في الجولة الثالثة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. المباراة يكون ميعادها بين برشلونة وختافي يوم الأحد 29/8/2021 أو 29 أغسطس الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ومباراة برشلونة أمام ختافي متابعين الكرام هتكون على قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 بي ان سبورتس الأولى، معلق المباراة غير معروف، وملعب المباراة ملعب الكامب نو. طبعا القناة الناقلة في الدوري الإسباني هي قناة بي ان سبورتس اتش دي 1، والنادي برشلونة بالذات هو نادي ريال مدريد مبارياتهم ممكن تذاع على قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 بريميوم الأولى بريميوم. بس كده، كان معكم محمد نور الدين، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، قول لي توقعاتك لنتائج الأربع مباريات اللي هيكون في شهر أغسطس بالنسبة لنادي برشلونة، وقول لي بقى انت بتشجع برشلونة ولا بتشجع اي نادي تاني، اكتب لي في التعليقات، عايزين نتكلم كده مع بعض في التعليقات. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، كان معكم محمد نور الدين، ولو عايزين لنوادي تانية نعمل مواعيد مباريات اغسطس يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.